أكيد كلنا عايزين نتعلم ونحسن من معلوماتنا الأثرية والتاريخية، وأكيد برضو عايزين نعرف مدى تقدم حضارتنا الإسلامية وما تركته من تحف تطبيقية تستحق الدراسة. طيب المفروض إن أنا بدرس إيه أو بركز على إيه عشان أعرف المعلومات دي؟ المفروض إن أنا بدرس حاجة اسمها فنون إسلامية. إيه هي الفنون الإسلامية؟ هي الفنون الخاصة بالشعوب أو الدول التي اعتنقت الإسلام، وهي من أكثر أنواع الفنون انتشارا وأطولها عمرا. وطبعا ده بيرجع لاتساع رقعة الدولة الإسلامية اللي امتدت من الهند وأسيا الوسطى شرقا حتى الأندلس والمغرب الأقصى غربا، وطبعا هو ما نتج عنه تنوع طرز الفنون الإسلامية. هنلاحظ أيضا أن كل عصر من العصور الإسلامية بيتميز بأنواع تحف وطرز مختلفة، وعلشان أنا أقدر أميز هذه التحف وأقدر أحدد مميزات كل عصر، مفروض أن أنا ببدأ بدراسة التحف الإسلامية المبكرة، وده اللي بنركز عليه في الكورس بتاعنا. بندرس فيه التحف الإسلامية أو الفنون الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي.